حال الفريقين قبل المباراه، وببدا من عند الكابتن وليد علي. ابو علي، بسالك بشكل مباشر في مثل هالمباريات، فنيا مباريات الكؤوس، مباراه من خلينا نقول فرصه واحده، ايش الاهم بالنسبه للاعبين اداء الفريق؟ هو الاهم الفوز. كيف يجي؟ يعني مثلا الفرق مثلا فريقين كبار في دولهم، يمكن بالدوري انت تطالب بالمستوى الفني، مثلا انتقادات تجي على المدرب، سواء انتقادات بناءة او مثلا انتقادات سلبية على مستوى الفريق، ولكن في هذه المراحل الإقصائية هو الفوز بغض النظر عن الأداء. يعني مثلا لما فريق يفوز بأقل جهد وأقل مستوى، الجمهور المفروض ما يلوم الفريق، واكيد الجمهور يعني عرف من خلال، يعني نتكلم عن جمهور النصر بكره، يعني مباراه النصر والوحده، لو نفرض ان فاز النصر في اقل مستوى فني، الجمهور ما يلوم اللاعب او يلوم المدرب كثر ما ان انا افوز في المباراه. طيب كيف يفوز بكره؟ يعني انت اليوم عندك الاوراق وعندك الفريقين، فنيا كيف يفوز النصر على الوحده؟ هو شوف، يعني في هالمباريات هذه التركيز الذهني بالنسبه حق اللاعبين، دائما في اول ربع ساعه في كل مباراه لا تستقبل هدف، لان الهدف سواء اذا انت سجلت راح تتغير يعني طريقه اللعب. يعني مثلا يمكن انا شرحته في حلقات سابقه، هذا امر مهم ابو علي، او لما انا استقبل هدف، اذا انا اعتمد مثلا على الاطراف، سلطان غنام مثلا حل هجومي بالنسبه لنادي النصر من جهه اليمين، ونفس الشيء في الارتداد الدفاعي، لما استقبل هدف انا ما راح استفيد من سلطان الغنام في الناحيه الهجوميه، اذا كان يبي يهجم راح يصير في ارتداد طبعا يصير الهجمات مرتده على فريقه، راح يترك مساحات، راح انه يمكن يهد مكانه كثر ما يقدر، انه يحاول انه يعمل زياده عدديه بالنسبه للفريق. فاول ربع ساعه هي تتحكم في مجريات المباراه وطريقه اللعب، فأكيد اللاعبين عارفين يعني في هالأمور، يمكن حتى الجهاز الفني يمكن ما راح يخوض في هذه الأمور كثر ما أن اللاعب هو يعني عارف يعني أهمية المباراة، عارفين نقاط القوة ونقاط الضعف، حتى من خلال تصريحات المدربين، مدرب الوحدة ومدرب النصر الكل عنده ثقة في فريقه، وهذا أمر يعني بالنسبة للاعبين أمر جيد، أن لما يكون مثلا مدرب الوحدة يقول أنا أثق في فريقي، وراح تشاهدون في المباراة، هذا دليل أن المدرب عنده ثقة في فريقه. وأنا أقول لك ترى يمكن بوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تويتر أشوف أن جمهور النصر يمكن البعض أنه ضامن الفوز، وهذا أخطر شيء في عالم كرة القدم، لما أنت تشوف نفسك والعناصر الموجودة والمحترفين، لما تتكلم عن تاليسكا، مشايبوف، سلطان الغنام، عبد الله مادو رجع، والأداء اللي قدمه أداء كبير أمام منتخب سعودي، عبد الله العمري، هذول اللاعبين إذا أنت لما تشوف اللاعبين وأنت تثق بالفوز، هذه مشكلة، هذا أمر خطير، أمر خطير. فمباريات هذه تكون صعبة إذا أنت تشوف نفسك أقوى من هالفريق المنافس، فأكيد راح يكون في احترام للاعبين بالنسبة للآخر، ومباراة أنا أقول صعبة، ولكن يبقى التركيز الذهني مهم جدا في أول ربع ساعة.